أهلا ومرحبا بكم من جديد. لو أردت أن تعرف قيمة وأثر سيدنا حسان الذي استحق به أن يسجل تاريخا لهذه الأمة وأن يكون مثالا عظيما له هذه القيمة وهذه المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، لابد أن تلقي نظرة على البيئة العربية. البيئة العربية بيئة لسان، المجتمع العربي في جزيرة العرب الرجل منهم ترفعه كلمة وتخفضه كلمة، بيت من الشعر يرفع قبيلة إلى عنان السماء، وبيت آخر ينزل بها إلى أسفل سافلين، قبيلة من القبائل كل فخرها إذا غضبت عليك بنو تميم خلت الناس كلهم غضاب، قبيلة أخرى غاية الذل عندها أن قال فيهم شاعر يوما: غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. إذن فهذه أمة مجدها لسانها، سجلها لسانها، وصحائفها قلوب تعي وتحفظ. في هذه البيئة تحتاج إلى جيش ليدافع بالسيوف، وإلى جيش آخر ليدافع بالكلمات. قوة الكلمة سجلها نابليون بونابرت حين قال: نحن نقود الرجال بالكلمات. هذا القائد الفذ في تاريخ العسكرية يقول: نحن نقود الرجال بالكلمات. سيدنا حسان يقول: يا رسول الله، مع سيدنا أبي أو سيدنا كعب بن مالك رضوان الله عليه وسيدنا عبد الله بن رواحة، يقولون: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ونحن شعراء، وإنا يا رسول الله لا نجالد بالسيوف قدر ما نجالد بألسنتنا. قال: قولوا، فإن شعركم أشد عليهم من رمي النبال. يعني كأن هذه، بالعرف الحديث إذا أردت أن تسمي، كأن هذه المدفعية الثقيلة البعيدة المدى التي تدك المشركين في بيوتهم، هذه الحرب النفسية يقودها حسان بن ثابت. تأتي قبيلة من قبائل العرب معهم شاعرهم ومعهم خطيبهم، فيقوم شاعرهم فيحسن ويقوم خطيبهم فيحسن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فيقوم حسان فينشئ شعرا ويشدو به، ويقوم ثابت بن قيس البناني فيخطب فيجيد، فينظر بعضهم إلى بعض ويقولون: والله لشاعره أفصح من شاعرنا، ولخطيبه أخطب من خطيبنا. إذن فهذه الكلمة لها أثر كبير، جعلت حسان ابن ثابت يصعد على المنبر الذي يصعد عليه رسول الله، حتى إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه مر يوما على حسان وهو ينشد شعرا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه مغضبا كأنه كره أن يصعد أحد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده فيشدو بهذا الكلام، فقال: يا عمر، أنشدت عليه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، أنشدك الله، يعني أشهدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: وقد أنشأت شعرا في قريش أهجهم وروح القدس معك؟ قال: نعم. كانوا يتطاولون على أعراض المسلمين، وكانوا يرمون أمهات المؤمنين، وكانوا يسيئون إلى الإسلام والقرآن، فيرد عليهم سيدنا حسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينشئ في بدايات الأمر، قال: يا حسان، لعلك أن تهجو قريشا وفيهم أهلي وبنو عمومتي، فلعلك إذا هجوتهم أن يصيبني من ذلك شيء. فقال: يا رسول الله، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: اجلس إلى أبي بكر فإنه أعلم الناس بأنساب الناس حتى يعرفك من تمدح ومن تذم. انظر إلى هذا الحدث في حد ذاته يبين لك أمرا عظيما يجب أن نتعلمه، إن هذه أمة عقل وأمة حكمة
وأمة علم. سيدنا حسان يعرف ماذا يقول وكيف يقول، فما كل من قال قال، وما كل من تكلم تكلم. ولذلك أكثر الناس في هذه الأيام عن الشعر والغناء أحكامهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر ويطرب له، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد بعض مقاطع الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يغني، لكنه غناء أدب وعفة يسمو بالنفس ويرقي الروح. ولما نهاهم الصديق رضوان الله عليه وكانتا جاريتين تغنيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. لكنه لكل جواد كبوة. يخطئ سيدنا حسان في التعامل مع حادثة الإفك، ويغريه لسانه فيقول ما يقول ويحس بخطئه ويتوب. فهل نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نفاه رسول الله، وإنما علمنا أن الأمة دائما تفتح ذراعيها للمخطئ إذا حس بخطئه وعاد إلى حياضها مرة أخرى، تفتح لنا بابا. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه في هذا الموقف، وماذا قال له؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.